السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مدارس هبة الله، مادة التربية الإسلامية، الصف السادس، الفصل الثاني، 2020-2021، الدرس السادس عشر، سورة الصف، الآيات الكريمة من 10 إلى 14، بعنوان التجارة الرابحة. طلاب الأعزاء، طلاب الصف السادس، اليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن المجموعة الأخيرة من سورة الصف، وهي بعنوان التجارة الرابحة. هذه الآيات التي بين أيدينا، مطلوب منا إن شاء الله أن نحفظ هذه الآيات الكريمة بعد أن نفسرها ونفهم المعاني الواردة فيها. أيضا يجب علينا بإذن الله تعالى أن نبين الموضوعات التي تناولتها الآيات الكريمة، وهي أن التجارة الرابحة، ما هي التجارة الرابحة، وما هو فضل الإيمان بالله تعالى ورسوله، وما هو فضل الجهاد في سبيل الله تعالى. كل هذه الأمور إن شاء الله راح نناقشها في هذه المجموعة من الآيات الكريمة، وهي المجموعة من 10 إلى 14، المجموعة الأخيرة من سورة الصف. فلنبدأ الآن بالاستماع إلى هذه التلاوة الطيبة لسورة الصف. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين، من أنصاري إلى الله؟ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون، نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل. قال الحواريون، نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا
أصبحوا ظاهرين. الآن طلاب الأحباء، أمامنا مفردات والتراكيب التي يجب علينا أن نحفظها وأن نفهم هذه المفردات والتراكيب. تنجيكم أي تنقذكم، الحواريون هم الأتباع المخلصون الذين ناصروا نبي الله عيسى عليه السلام، ظاهرين، منتصرين، وغالبين. طلاب الأعزاء، الآن رح ننتقل لموضوعات الآيات الكريمة. الآن بداية قلنا موضوع الرئيسي لهذه الآيات الكريمة هي بعنوان التجارة الرابحة. فعندما ننظر إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب للمؤمنين فيقول لهم: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يسأل المؤمنين. نعم. الآن ما هو الجواب أو ما هي الأمور التي تنجينا من عذاب الله تعالى؟ الجواب هو: تؤمنون بالله ورسوله. إذن الإيمان بالله ورسوله. 2- تجاهدون في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس هي سبل النجاة وهي التجارة الرابحة. إذن التجارة الرابحة تكون بما يلي: الإيمان بالله تعالى ورسوله، والجهاد في سبيله بالأموال والأنفس. فيقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه التجارة هي خير لنا. الآن ما الجزاء الذي نستحقه إذا قمنا بهذه الأعمال التي تنجينا من عذاب الله تعالى؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه هي سبل النجاة، هذه التجارة الرابحة التي تكون كما قلنا بالإيمان بالله ورسوله، وأيضا الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس. هل انتهت الفوائد؟ لا. ويقول الله تعالى أيضا: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إذن أيضا هناك فوائد. أيضا وأخرى تحبونها، قلنا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه الآيات الأولى أو المجموعة الأولى أو الآيات التي قرأناها الآن هي تتحدث عن فضل الإيمان بالله تعالى ورسوله والجهاد في سبيل الله، وهي مجموعة الآيات من 10 إلى 13. الآن آخر آية والآية الأخيرة رقم 14: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. هذه الآية الأخيرة تتحدث عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام. فيجب على المسلمين أن ينصروا الله وأن ينصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تكون نصرة الله تعالى ونصرة؟ تكون بالدفاع بالقول والدفاع بالعمل وبالمال، بذل المال وبذل الأنفس في سبيل الإسلام، في سبيل نصرة الدين الإسلامي والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ننصر نبينا وننصر ديننا الإسلامي كما نصر الحواريون وهم أتباع سيدنا عيسى عليه السلام المخلصين لنبينا عيسى عليه السلام، وقد لازموه ونشروا التعاليم، تعاليم دينه، وأعانوه في تبليغ الدعوة. إذن يجب علينا أن ننصر الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف نحقق ذلك النصر؟ نقول ننصر الله تعالى وننصر دين الإسلام، الدين الإسلامي، بالقول والعمل والمال. إذن يكون الجهاد بالمال وبالنفس. فلا ينبغي للمسلمين أنهم يتخلفوا عندما يحين الجهاد في سبيل الله أو يأتي الأمر بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا سابقا أن الجهاد في سبيل الله تعالى لا يعلنه أي شخص، إنما ولي الأمر الذي له حق الإعلان عن الجهاد. لا ينبغي المسلمين أن يتخلفوا إذا تم النداء للجهاد في سبيل الله تعالى كما فعل بني إسرائيل، فقد تخلفوا عن في دعوة نبينا ونبي الله عيسى عليه السلام. انقسموا إلى مجموعتين هؤلاء القوم أو بني إسرائيل. آمنت طائفة وهم الحواريون المخلصين أتباع سيدنا عيسى عليه السلام، وصدقوا سيدنا عيسى وعانوه في نشر الدعوة لدين الله تعالى. ومجموعة أخرى كفرت وكذبت واتهمت عيسى عليه السلام بالسحر وبالكذب. فنصر الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام ونصر أتباعه المخلصين
المخلصين وأنظهر الدين على الذين كفروا والذين اتهموا سيدنا عيسى عليه السلام بالكذب وبالسحر. الآن يا سادس، مرة أخرى نذكر ونركز على هذه النقطة وهذا الموضوع بالذات، فضل، ما هو فضل الإيمان بالله تعالى ورسوله والجهاد في سبيل الله؟ نقول التجارة الرابحة كيف تكون؟ تكون التجارة الرابحة يا سادس مرة أخرى بالإيمان الصادق بالله تعالى ورسوله والجهاد في سبيل الله تعالى بالمال والنفس، فيبذل الإنسان ماله ونفسه في سبيل نصرة الدين، وذلك بأن يتبرع. مثال ذلك، يتبرع الإنسان بتجهيز الجيش أو يدرب الجيش أو إطعام الجيش أو مساعدتهم أيضا في الانتصار على الأعداء. فالإنسان عندما يساعد الجيش وينصرهم أو ينصر هؤلاء المجاهدين في سبيل الله تعالى يكون قد شارك بماله وشارك بنفسه، وهي من أعلى مراتب الجهاد، الجهاد بالمال والنفس. أو يكون ممكن يكون الإنسان هذا جنديا في سبيل الله تعالى يدافع عن دينه أو وعقيدته ووطنه، وممكن أن يشارك في دعم الجيش ومساعدتهم بالإعداد أو بإعداد العدة لهذا الجيش. الآن يا سادس، الجهاد في سبيل الله تعالى يكون قلنا بالنفس والمال. إذا كيف يكون الجهاد في سبيل الله تعالى؟ يكون بالنفس والمال. هنا نرى صورة جندي، هذا الجندي يدافع عن وطنه، وهنا مال، هذا المال ممكن أن أساعد هؤلاء الجنود أو المجاهدين، أساعدهم بمبلغ من المال لأجهزهم، أجهز الجيش به أو أساعدهم في تجهيز العدة لهذه الحرب أو هذه المعركة أو تجهيز الجيش لحماية هذا البلد، وممكن أن أكون جندي من جنود الوطن الذين يحمون الديار. بهذا نكون قد جاهدنا بالمال وجاهدنا بالنفس، وهذه قلنا من أعلى مراتب الجهاد. الآن أفكر 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 يا سادس، الآن هذا السؤال موجود في صفحة 57، هذا السؤال صفحة 57، يقول السؤال: لماذا وصف الإيمان بالله تعالى، الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله تعالى بالتجارة الرابحة؟ لماذا وصف الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالتجارة الرابحة؟ الإجابة هي: ليحفز الناس على الإيمان به والجهاد في سبيله ويشجعهم على ذلك، لأن المعنى يشير إلى الربح والفوز بدخول الجنة كما قلنا. إذن ليحفز الناس ويشجعهم على الجهاد في سبيل الله تعالى والإيمان بالله تعالى ورسوله، ويكون بذلك سبيلا للفوز بالجنة ودخولها والنعيم المقيم فيها. الآن يا سادس، نتكلم عن نصرة الله تعالى، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام. كيف ننصر الإسلام وننصر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول بداية يجب على المسلمين أن ينصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بالقول: ندافع عن الدين الإسلامي، ندافع عن الإسلام ونرد عنه الشائعات ونرد عنه الاتهامات، وذلك بمالنا، نبذل أموالنا ونبذل أنفسنا في سبيل الدفاع عن الإسلام، وذلك نصرة للإسلام، لدعوة الدين الإسلامي، كما نصر الحواريون عيسى عليه السلام، قلنا ولازموه ونشروا الدين النصراني. نقول الآن على المسلمين أن لا يختلفوا، أن يتحدوا. لماذا يجب عليهم أن لا يختلفوا كما فعل، حتى لا يتفرقوا كما تفرق بني إسرائيل كما قلنا سابقا؟ فبني إسرائيل تفرقوا أثناء دعوة سيدنا عيسى عليه السلام، انقسموا إلى قسمين، جماعتين، قسم اللي هم الحواريون وهم من آمن بسيدنا عيسى فنصروا سيدنا عيسى ونصروا الدعوة، وأيضا الفريق الثاني، فريق الذي كفر ولم يؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام، فهذا الفريق كفر بالله تعالى وكفر وكذب برسالة سيدنا عيسى عليه السلام، فنصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أتباع سيدنا عيسى من الحواريون وهزم المشركين أو الكافرين الذين لم ينصروا سيدنا عيسى عليه السلام في دعوته. فيجب أن نقتدي بالحواريين الذين نصروا سيدنا عيسى عليه السلام في دعوته ونكون كما كانوا.
بداية طلاب الصف السادس، نقول دائما يجب علينا أن نتدبر الآيات السابقة التي أخذناها الآن وفسرناها. يجب أن ننصر ديننا وأن نلتزم بعباداته وسلوكاتنا أيضا تكون وفق الدين الإسلامي ووفق أخلاق الدين الإسلامي، وأن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ونتأسى به، وأن ننصر الدين الإسلامي كما قلنا، ونؤكد تكون نصرة الدين بالقول والعمل والفعل، وأن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن ننتقل لأختبر معلوماتي، صفحة 59. السؤال الأول: اذكر نوعي الجهاد في قوله تعالى: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نوع الجهاد: الجهاد في سبيل الله تعالى بالمال والنفس. السؤال الثاني: أبين أنواع التجارة الرابحة المذكورة في الدرس. التجارة الرابحة قلنا الربح الأخروي يكون بمغفرة الذنوب والإقامة الدائمة في جنات النعيم التي تجري من تحت قصورها الأنهار، والعيش في المساكن الطيبة والنعيم المقيم. والربح الدنيوي ويكون بتحقيق النصر على الأعداء وانتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجا. السؤال الثالث يقول: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. 1- الحواريون، الوارد ذكرهم في قوله تعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله هم. جيم: الجواب الصحيح الأتباع المخلصون الذين ناصروا نبي الله عيسى عليه السلام. 2- موقف بني إسرائيل من دعوة نبي الله عيسى عليه السلام أنهم. جيم: آمنت جماعة به وكفرت جماعة أخرى. السؤال الرابع: اذكر احكام التجويد الوارده في قول الله تعالى: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. الان احكام التجويد الوارده في هذه الايه الكريمه: لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، اظهار شفوي. لكم ذنوبكم ميم ساكنه وجاء بعدها حرف الذال، هنا اظهار شفوي. ذنوبكم ويدخلكم أيضا إظهار شفوي. يدخلكم جنات أيضا إظهار شفوي، ميم ساكنة جاء خلفها أو بعدها حرف الجيم. قولي تعالى: ويدخلكم تجري قلقلة صغرى، من تحتها إخفاء نون ساكنة جاء بعدها حرف التاء. الأنهار هنا إظهار نون ساكنة جاء بعدها حرف الهاء. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير الآيات الكريمة من سورة الصف المجموعة من 10 إلى 14 بعنوان التجارة الرابحة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أنكم قد وفقنا في إيصال هذه المعلومات لكم سهلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في درس آخر بإذن الله.